أراك الناشطين البحرانيين في الخارج فشل النظام في مواجهته طوال السنوات الماضية التي أعقبت اندلاع ثورة 14 من فبراير في البحرين. من لا حكم في كل مكان. صور صور صور. أركان العائلة الخليفية الحاكمة وأزلامها كانوا هدفا مشروعا للناشطين الذين طاردوهم في حلهم وترحالهم في عدد من الدول الأوروبية ومنها مدن لندن وجنيف. أنت ناصر جبان. وهي صورة أبو شوفها مقلوبة، أبغيك تجي تعدلها، إذا أنت رجعت تعال أعدلها. فهؤلاء الحكام المتجبرون على البحرانيين العزل في الداخل يفرون كالفئران المذعورة من ملاحقة الناشطين في الخارج، وهم يستنفرون مخابراتهم ومرتزقتهم لمراقبة الناشطين المتربصين بهم خلال زياراتهم الخارجية. كلاب حمد غير أن الخليفيين وبعد أن أسقط في أيديهم وفشلوا في وقف تعكير الناشطين لصفو زياراتهم لجاءوا إلى أساليب دنيئة وجبانة لا تنم إلا عن وضاعتهم وسوء منبتهم عندما عمدوا إلى اعتقال أفراد من عائلات عدد من الناشطين، وهو الأمر الذي اتخذ منحا تصاعديا منذ احتجاز زوجة الناشط الحقوقي سيد أحمد الوداعي وطفله الرضيع إثر مهاجمته لموكب الطاغية حمد في وقت سابق من هذا العام، ثم عادوا الكرة مرة أخرى هذه الأيام عندما استهدفوا عائلات عدة ناشطين من بينهم يوسف الحوري وعيسى العالي وصابر الصلاطنة، وذلك لمشاركتهم في احتجاج على حضور حمد الخليفة ونجله الجلاد ناصر لعرض للفروسية في حلبة وينسر الملكية بلندن. غير أن الاعتصام تواصل في وقت سلط فيه الإعلام الدولي الضوء على الممارسات الجبانة للخليفيين التي أكسبت البحرانيين تعاطفا مع قضيتهم، عبر عنه ناشطون بريطانيون اقتحموا حلبة وينسر رافعين لافتة تندد بالنظام الاستبدادي في البحرين. نحن هنا اليوم وقفنا خارج قلعة وينسر حيث يتواجد الدكتاتور حمد، وسبق تواجدنا باعتقال عدد من عوائلنا واستدعائهم وإرعابهم وإرهابهم، وهذا ما جعلنا نصر على أن نتواجد في هذا المضمار، وهذا ما دفع أنصار ومتضامنين معنا آخرين ليقدموا أنواع الدعم وليقولوا للرأي العام أن حمد ليس مرحب به هنا، وأن حمد طاغية، وأن حمد دكتاتور. آل خليفة لم يكتفوا باستهداف عائلات الناشطين، ولكن تم الاعتداء على ممتلكات بعضهم وإحراق سياراتهم. ممارسات إجرامية جبانة تعكس عز النظام وفشله في وقف الحراك البحراني العادل سواء في الداخل أو في خارج البلاد، لأنه حراك من أجل الحقوق الإنسانية وما ضاع حق وراءه مطالب.